الأخبار من ATV العدالة وفيها: الداخلية تضبط 23 مروجاً بحوزتهم 19.5 كيلو مخدرات متنوعة. جامعة الكويت انطلاق مسابقة الروبوتات للطلبة في مارس. الأشغال تطرح مناقصة جديدة لصيانة جسر جابر. وزير العدل الجنوب أفريقي يؤكد أن الكيان الإسرائيلي فشل في دحض الاتهامات الموجهة إليه. وتتابعون أيضاً قصة مدير مستشفى الكويت بغزة الذي لم يغادر المستشفى منذ 100 يوم. ومن العناوين إلى التفاصيل: تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية من ضبط 23 شخصاً في 17 قضية مختلفة، وبحوزتهم نحو 19.5 كيلو من المواد المخدرة المتنوعة و 5200 حبة من المؤثرات العقلية وأسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة ومبالغ مالية حصيلة البيع. وأوضح الإعلام الأمني في الوزارة أن رجال الأمن تمكنوا من ضبط 23 شخصاً من جنسيات مختلفة وبحوزتهم 19.5 كيلو من الكيميكال والشبو والحشيش والمريجوانا والكوكايين، بالإضافة إلى 5200 حبة من المؤثرات العقلية، إلى جانب أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة ومبالغ مالية حصيلة البيع. وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم، اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الإتجار والتعاطي، وتم إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. أعلنت جامعة الكويت إقامة مسابقة الكويت الوطنية للروبوتات عام 2024 لطلبة المراحل من المتوسطة إلى الجامعية في الفترة ما بين 2 و4 من مارس المقبل بمقرها في الشدادية. وقالت الجامعة إن المسابقة التي ستقام بتعاون مع وزارة التربية ممثلة في التوجيه الفني العام للحاسوب وبشراكة استراتيجية مع شركة زين الكويت ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع تهدف إلى استقطاب طلبة المراحل التعليمية المشار إليها بغية تنمية مهاراتهم الإبداعية والرقمية. وأوضحت أن المسابقة التي تؤهل الفرق الفائزة فيها لتمثيل البلاد في المسابقة العالمية المزمع إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية بنهاية شهر أبريل المقبل تضم 3 مستويات، أولها المرحلة المتوسطة والذي يركز على المفاهيم الأساسية للروبوتات والبرمجة وتشجيع العقول الشابة على الاستكشاف والابتكار. أعلنت وزارة الأشغال العامة عن طرح مناقصة جديدة لصيانة جسر الشيخ جابر الأحمد ضمن الخطة السنوية لمشاريع الهيئة العامة للطرق والنقل البري، والتي سيتم طرحها خلال العام المالي 2023-2024. وبيّنت الوزارة أن مناقصة إدارة وتشغيل وصيانة جسر الشيخ جابر الأحمد تشمل إدارة وتشغيل وصيانة الجسر بما في ذلك تقديم المواد والمعدات والأعمال والأفراد والموظفين والأخصائيين وجميع ما يلزم لإنجاز وإدارة وتشغيل وصيانة الأعمال المبنية في العقد والأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي تطلب الوزارة القيام بها. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مستعمرة أدورا غرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. وقالت الوزارة في بيان إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد فتيين وشاب برصاص قوات الاحتلال. وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار ليلة أمس على 3 فلسطينيين قرب المستوطنة واحتجزت الجثامين. كما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل بلدتي أدنى وترقوميا ونشرت قواتها بكثافة في محيط المستعمرة المذكورة.
تحدث مدير مستشفى الكويت التخصصي في غزة الدكتور صهيب الهمس عن الوضع الصحي الكارثي، واصفا إياه بأنه خارج عن السيطرة تماما، فهو يلازم غرفة العمليات ليلا ونهارا، متعب لدرجة أنه لا يستطيع فتح عينيه، متوتر لكنه لا يستطيع مغادرتها، وغالبا ما تهز أصوات القذائف المدوية نوافذ المستشفى الذي يديره في جنوب قطاع غزة. ووصف الهمس ما يحدث في غزة قائلا: هذه كارثة أكبر منا جميعا. والمستشفى الذي يعمل فيه والذي تبرعت به الحكومة الكويتية ومولته هو واحد من اثنين في مدينة رفح مع 4 أسرة فقط للعناية المركزة قبل الحرب، يستقبل الآن حوالي 1500 جريح يوميا، ويموت ما لا يقل عن 50 شخصا يوميا عند وصولهم، بالغون وأطفال بأطراف مزقتها الشظايا وأجساد متكسرة وجروح مكشوفة وعظام ممزقة. كيف مرت هذه 100 يوم؟ لا ندري كيف مرت، ولكنها مرت بمرارها، مرت بالشهداء والجرحى والمصابين، مرت بمشاهد الألم والقسوة والحسرة، ونحن نرى ما يهدم ليس فقط البيوت والجامعات والمدارس، وما يقصف ليس المستشفيات ولا الشوارع، ولا ومن يستهدف ليس فقط الطواقم الطبية ولا سيارات الإسعاف، إنما تذهب معها أحلامنا وطموحاتنا وآمالنا. اليوم نقول بعد 100 يوم وأنا لم أغادر هذا المستشفى ولو للحظة، حتى في أيام الهدنة لم أرى زوجتي إلا لمرة واحدة. أقول بكل صراحة: كفرنا بديمقراطيات العالم وبحرياته الزائفة وبازدواجية معاييره التي أصبحت بائنة اليوم. أنا كنت أرى أولادي مرة كل أسبوع، كانوا يأتوني إلى المستشفى وكنت أنتظر هذا اليوم، وكل يوم يتصلوا بي أو يرسلوا لي رسائل أنهم يريدون أن يأتوا إلى المستشفى، لكن حرصا على سلامتهم، لأننا علمنا يقينا أنه لم يعد أمام الاحتلال الصهيوني أي خط أحمر، بل تجاوز كل الخطوط الحمراء أمام مرأة وصمت وتخاذل عربي ودولي وإسلامي. الله أكبر. سلطت صحف عالمية في تقاريرها وتحليلاتها الضوء على القضية المرفوعة من طرف جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة. وجاء في مقال بصحيفة غارديان إن إثارة قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بمنزلة دعوة لاستيقاظ العديد من الحكومات الغربية ووسائل الإعلام التي دعمت الحرب الإسرائيلية الوحشية من خلال التواطؤ ومحاولة توجيه النقاش بشأن حقيقة ما يحدث في غزة ودعم إسرائيل دبلوماسيا وتزويدها بالأسلحة. ومن جهتها كتبت فاينانشال تايمز أن الضربات التي قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا في اليمن تثير مخاوف من توسيع الصراع بالمنطقة، لافتة إلى أن هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر أجبرت البيت الأبيض على إعادة حساباته رغم محاولات الرئيس جو بايدن التحكم في نطاق الحرب في قطاع غزة. أكد وزير العدل في جنوب أفريقيا ورئيس فريقها القانوني إلى محكمة العدل الدولية رونالد لامولا أن الكيان الإسرائيلي المحتل فشل في دحض الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. وقال لامولا عقب رفع الجلسة الثانية لمحكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، نقله الإعلام الجنوب أفريقي، إن الكيان الصهيوني لا يمكنه التنصل من أفعال جنوده على الأرض، موضحا أنه يبدو غير قادر على دحض فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من غزة، ونحن متمسكون بالقانون والأدلة التي قدمناها وواثقون من وجود نية لديه لتنفيذ إبادة جماعية ضد الفلسطينيين. استنكر رئيس البرلمان العربي عادل العسومي الادعاءات الكاذبة التي أدلى بها ممثلو الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بشأن موقف مصر من معبر رفح. وأكد العسومي في بيان صادر عن البرلمان العربي أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحاول التهرب من جرائمها البشعة التي ترتكبها في قطاع غزة بهذه الادعاءات الباطلة، بعد أن وجدت نفسها محاطة بوثائق مؤكدة لما قامت به من جرائم. وأشار في هذا الصدد إلى أن مصر هي صاحبة النصيب الأكبر
أكبر من المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة، ولم تدخر جهدا من أجل تيسير دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، فضلا عن جهودها الحثيثة على المستوى السياسي لوقف إطلاق النار ووقف هذا العدوان. خرج الآلاف في العاصمة الإندونيسية في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين وللمطالبة بوقف الحرب على غزة، وانضم ما لا يقل عن 5000 شخص إلى المظاهرة أمام السفارة الأمريكية الخاضعة لحراسة مشددة في وسط مدينة جاكرتا، مطالبين بوقف إطلاق النار. وارتدى المتظاهرون اللونين الأسود والأبيض، ولوحوا بالأعلام الإندونيسية والفلسطينية، وحملوا لافتات كتب عليها قاطع إسرائيل ووقف إطلاق النار الآن. ارتفع سعر برميل النفط الكويتي دولاراً و79 سنتاً ليبلغ 81 دولاراً و22 سنتاً للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة، مقابل 79 دولاراً و43 سنتاً في تداولات يوم أمس الأول، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتاً لتبلغ 78 دولاراً و29 سنتاً للبرميل. واصل تشيلسي صحوته في الدوري الإنجليزي بتخطي عقبة الجار فولهام بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستامفورد بريدج بالجولة 21 من البريمير ليج. جاء هدف المباراة الوحيد بأقدام النجم الشاب صاحب الأداء المميز كول بالمر في الدقيقة 45 وقبل نهاية الشوط الأول بعد ترجمة ركلة جزاء بنجاح. وشهدت المباراة حصول اللاعبي البلوز على الكثير من البطاقات الصفراء التي بلغ عددها 5 بطاقات، وحاول فولهام مباغتة تشيلسي وخطف هدف التعادل، إلا أن دفاعات البلوز كانت في الموعد لتنتهي المباراة بتفوق الأخير بهدف نظيف ليحقق الانتصار للمباراة الثانية على التوالي.